بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في أخبار الفن والفنانين. قالت نادية يسري صديقة الفنانة الراحلة سعاد حسني إنها تشعر بوجودها دائما في شقتها، بالإضافة إلى إنها تسمع أصوات أنفاسها، كما إن جيرانها أكدوا إنهم يسمعون صوتها كثيرا خارج من منزلها، فيما روى البعض إنهم يرون سيدة تشبهها كثيرا على سور البلكونة الخاص بالمنزل وبتستمر في السير حتى الساعات الأولى من النهار. من المعروف عن الفنان أحمد زكي إنه كان بيقيم في فنادق شهيرة ولا يحب الإقامة في المنازل، وأكد بعض شهود العيان إن الجناح المكون من غرفتين بفندق شهير مطل على النيل إنهم شاهدوا دخان بيخرج من داخل الجناح بعد وفاته، وحين دخل أحدهم للتأكد وجد رجل أسمر اللون بيشبه الفنان الراحل أحمد زكي يجلس ويبتسم، وهو ما دفع إدارة الفندق لتجديد الجناح وتغيير جميع أساسه. ألقت الفنانة ذكرى مصرعها على يد زوجها قبل أن يقتل نفسه هو الآخر لأسباب مجهولة لا يعرفها سوى قليلين. وبعد أكثر من عام مر على الواقعة، اشتكى الجيران من سماع أصوات غريبة تخرج من الشقة، مثل أصوات عالية ومشاجرات عنيفة. كما أكد بواب العمارة إنه بيرى شرفة المنزل تفتح وتغلق وحدها، كما إن المصعد أحيانا بيصعد إلى الدور الثاني بالرغم من خلوه من السكان. وتقدم شقيق زوج ذكرى إلى نيابة قصر النيل بطلب فتح الشقة من جديد بعد أن أخبروا رجال حراسة العمارة عن تلك الأصوات الغريبة والعالية الصادرة من الشقة الفارغة، ولهذا سمح وكيل النيابة العامة بفتح شقة ذكرى وأرسل قوة إلى هناك، وعند وصولهم نصحوهم الجيران بفتح القرآن الكريم في الداخل بعد أن أصبحت الشقة مسكونة بالأرواح الغاضبة. لكن قبل الصعود إلى الشقة استمع ضابط مباحث اسم شرطة قصر النيل إلى أقوال الشهود، وكانت إحدى الحكايات بحسب شهود عيان، فقال أحدهم إن المصعد الكهربائي الخاص بالعمارة وتحديدا عند الساعة 6 صباحا أي موعد ارتكاب الجريمة بيصعد تلقائيا ليتوقف عند الدور الثاني وهو طابق شقة ذكرى وزوجها. وقال أحد حراس العمارة إنه بيؤكد سماعه لنفس الصراخ كل ليلة قبيل الفجر وهي تشبه عراق القطط، وتستمر تلك الأصوات العالية لمدة تتراوح ما بين 5 لـ10 دقايق وبتختفي فجأة، وعادة بتصدر هذه الأصوات ما بين 2 و3 ليلا. وقال حارس آخر في أحد الليالي سمعنا صوت ارتدام شيء تقيل بالأرض وكأنه جسم إنسان قفز من فوق، فخرجت أنا وزميلي مفزوعين وخائفين. خائفين من أن يكون أحد انتحر أو بعض اللصوص يحاولون سرقة إحدى الشقق، فخرجنا إلى الشارع العمومي ونظرنا نحو العمارة، فتفاجأنا برؤية نافذة غرفة نوم ذكرى مفتوحة رغم أنها مقفولة بالشمع الأحمر، ثم صارت تتطاير من هناك أحجار باتجاهنا وقد خفنا كثيرا. أما بعض الجيران فقالوا إنهم كانوا أحياناً عندما ينزلون من على السلم يلاحظون باب شقتها مفتوح لكن من دون أنوار، حيث تظهر الشقة مظلمة من الداخل فيسرعون بالنزول بعد أن يشعروا بشعور غير مريح. ومعظم السكان أجمعوا بأن شيئاً مريباً بيحصل في الشقة كل يوم. تعرض الفنان يوسف العسال للقتل داخل شقته بشارع بغداد في منطقة مصر الجديدة على يد 4 من اللصوص، تركوا باب الشقة عنوة لسرقت محتوياتها ومن ثم قتله. وأكد أقارب الفنان يوسف العسال إنهم حين ذهبوا للمنزل بعد ذلك لتفقد محتوياته شعروا بحركات غريبة في المنزل وتبدل أماكن محتوياته من وقت لآخر، ما دفعهم لإنجاز مهمتهم في وقت قصير والخروج مسرعين. تعرضت المطربة الشابة سوزان تميم لواقعة مؤسفة بعد ما قتلت على يد أحد المأجورين بتوصية من رجل أعمال شهير داخل منزلها في دبي، ونشر أحد مواطني دبي مقطع فيديو يؤكد ظهور لأشخاص داخل المنزل المهجور في دبي، كما إنهم بيشاهدونها تجلس داخل سيارتها بشكل يومي في أوقات المساء. عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة مصمم الأزياء الشهير محمد داغر مسبوحا داخل شقته بحي المهندسين بالجيزة. وبعد فترة كبيرة من الحادث أكد بعض أصدقاء محمد داغر إنهم حين ذهبوا للمنزل عندما اشتاقوا إليه
سمعوا صوت صديقهم داغر من الداخل وكأنه يتشاجر مع أحدهم، وبعدها توقفوا عن زيارة المنزل نهائيا. نشرت إحدى الصحف واقعة غريبة، ففي ذكرى يوم وفاة الفنانة وردة، في منتصف الليل استمع سكان العقار الذي كانت فيه شقة الراحلة في أشهر شوارع منطقة المنيل بالقاهرة لأصوات أنين أيقظهم من النوم، وبدت الأصوات وكأنها لشخص يتألم، وسرعان ما اكتشف الجيران إن مصدر الصوت هو شقة الفنانة الراحلة وردة، برغم إنه لا أحد يسكن فيها ولم يدخلها أي شخص منذ الوفاة، وهو ما تعجب له الجميع، ولكن لم يصل الأمر إلى حد إبلاغ الشرطة. وذكر أحد الشهود للصحفيين إنه لا يريد للعقار أن تلتصق بروايات الأشباح وما إلى ذلك، وإلا فإنه ينوي بيع شقته فيه لأنه يخشى من تطور الأمور، كما إنه يخشى أن يكون هناك شبح متجول ربما يخرج من الشقة فتحلو له باقي شقق العقار. بينما أكد أحد سكان العقار إن هناك شبحا متجولا بيخرج من الشقة بين الحين والآخر. وتعرض الفنان عمر خورشيد، عازف الجيتار والممثل وشقيق الفنانة شريهان، في حياته القصيرة لمس من الجن الذي ظهر له وأصبح يخبره بكل شيء، حتى إنه أخبره بطريقة موته. وروى الكاتب الصحفي حسن الحفناوي في مجلة الكواكب، والذي كان يعايش الملحن الراحل في أيامه الأخيرة، إن عمر خورشيد في آخر أيامه كان يواظب دائما على الصلاة، ولا أحد كان يعلم إن هذا بسبب شعوره بالنهاية أو خوفه من زائر الليل الذي اقتحم حياته في آخر أيامه. وأثناء جلوسه وحيدا في إحدى المرات بمكتبه، انقطعت الكهرباء ليضيء بعض الشموع، لكن سمة تيار مجهول المصدر كان بيطفئها. وتكرر الأمر أكثر من مرة ليقول عمر خورشيد هو في عفريت وهنا ولا إيه، فسمع صوتا يرد عليه فهرع إلى الخارج هاربا. وبعد عودته في اليوم التالي وجد ما لم يتوقعه، حيث رأى الشموع وما زالت تتوهج دون أن تنصهر. وتابع قائلا، بعد فترة بدأ هذا الزائر الغامض يتردد كثيرا على عمر خورشيد حتى أقنعه بأنه لن يضره، وأصبحت هناك علاقة بينهم، وبدأ يخبره بكل شيء حتى نهايته، حيث قال له في إحدى المرات، وجهك معكوس على شظايا الزجاج وعليه بركان أحمر يتلألأ فوق جبال قائمة سوداء. ولم يفهم وقتها معنى هذه الكلمات، لكنه كان بيقصد وفاته والتي وقعت تاليا في حادث سيارة بالوصف نفسه الذي قالوا له. وأضاف الكاتب، بعد فترة طويلة كشف لي عمر الأمر ولم أصدق في البداية حتى رأيته بنفسي، وعندما طلبت منه التخلص من هذا الشخص رفض وقال لي إنه اختاره تحديدا وإن عمره 1700 سنة.